مغني أيها الأسطراري بالصوت الأول يد واسماهيلا جنبي عندك خلوان شبع عطر بي يلعب حديد دايب عبد بنت 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 اللمبي موضوعي بقى طرطة وبدنكو فيه صوريك قولوا للتاريخ اللمبي ايه بحكي لهم أساطير الهير اللي ما بزي وما وتتتت فيا عتتت هتبروي فيه موضوعي بقى طرطة وبدنكو فيه صوريك قولوا للتاريخ اللمبي ايه بحكي لهم أساطير الهير اللي ما بزي وما وتتتت فيا عتتت هتبروي فيه اللمبي نارد بارد بارد شعره مجنات والعيلة حسب انتو نصها عن صدقني يا باشا انا ملياش في الحواديت الكبيره دي. انا كنت فاكرها لعبه زي كل الهبشات اللي بنلعبها انا وشعبان، بس بعد ما لف التهمه الليله ولف على الست الغنيه دي ايده بقت طايله يا باشا. بعدت عنه وقلت له لا تاذيني ولا اذيك، ده واحد ملوش امان يا باشا. كفايه هنت عليه مراته وام بنته. المهم مكانه فين؟ هيسافر بكره هو والغندوره الجديده. يا باشا بنتي يا باشا انا في عرضك يا باشا اخصى عليك يا سمير. ما تقوليش ما تقوليش ما تقوليش اقول ايه وقف عليك ايه فايده القول يا باشا؟ لا له فايده، فايدته كبيره قوي. اسمع انت مستعد تشهد بالكلام اللي قلته ده في المحكمه؟ عموما هو متسجل كده ولا كده، لكن بتهيألي لو شهدت هيقلل مسؤوليتك. هشهد يا باشا.
عصمت باشا، النبي طالب حضرتك خدمة كده بسيطة من الجوازات. ايوه خد حضرتك الاسمين دول ثلاثي. شعبان حافظ مبروك يا باشا. كنت عايزين اقول لك ايه؟ انت كده قولي لي انا عايزين اقول لك ايه؟ انت عارف يا ليلى؟ وحياتي وحياتي من جنبها من غير معاد. عارف انا كان نفسي ايه؟ نفسي اشوف الناس اللي رميت لي الرمي السود اللي انا فيها دي او حد من ريحتهم. امسكهم كده افركهم كده بقرقشهم باسناني واشرب براهم كيس فوار. انما بعد ما شفتك بقى وسمعتك عرفت ان انت مكسوره الجناح زيي وبريئه. مسامحاك يا بنت، مسامحاك عشان انت بصي شكلك بريئه. لا يا ست قطاطة، انا لا بريئه ولا مظلوم. انا كنت معاشره الراجل ده وعارفه كويس انه نصاب وحرامي ورديت باللقمه الحرام كل ده عشان خاطر بنت. وعشان كده الحق ان انا ابقى هنا عشان ربنا ما بيظلمش حد ابدا. وشعبان زي ما رماكي رماني. طب وانت هتعملي ايه دلوقتي؟ هروح معاكي المحكمه واشهد معاكي. يا رب يا رب تزيف الدم. أكلمي بربي بيدي، أكلمي ويسبل في دي، أشوفي بازة وجوني بازة وجوني نوية على إيه؟ حتي بازة يا دموسة. مش فاهمة أصلاً أنت بتطبخي ليه؟ أنا بطبخ دي حاجة بسيطة. أنت ياما أكلتينا وشربتينا وبطاطس وغير بطاطس. أيوة يا قطاطة، بس اللي أنت بتعمليه ده ما ينفعش تطبخي في المكتب. أديك قلت ياما ما ينفعش أطبخ وبطبخ ليه؟ أيوة بتطبخي لمين أصلاً؟ بطبخ لمين؟ عباس. ايوه عباس. عباس اللي بيبقى صاحيات طول النهار وتعبان. طب ما يروح ياكل في البيت. يا اختي ياكل من ايد الخدامه؟ ينفع من ايد الخدامه؟ لا يا حبيبتي، لما اكل زي الفل ياكل. الراجل صاحيان وتعبان لازم ياكل ويزعطط كده. ده طول النهار عمال يضرب في دي عيني ويشلت دي ويتف في وشي دي وعامل بهيم. طب بيسقع جدو ما بيعملش الحاجات دي. جدو طيب. طيب؟ طب ايه رايي بقى المدى من يومين؟ شفته بيزعق بالزورو ده لواحدة مسجونة والنبي اوعى ده ايه كده؟ وده انا وقعت وحواج في ليلة سودة. ايه اللي انت بتقوليه ده يا قطاطة؟ طب انت عارفة؟ انت عارفة جدك عباس ده؟ لو كان ممثل بزورو ده والنبي ده كان هياخد جايزة أحسن بطل زور تاني. زور تاني؟ أو الزور التالت بحري. في دماغك دي فيها هوا. الهوا عمالك على نزل بمرمية. طب يلا بقى خش في الموضوع على طول. تاخد عربي. يلا خش في الموضوع بقى. زهقت. موضوع ايه؟ هيكون ايه يعني غير الليمبي؟ الليمبي حبيبي اهو يا بت. فين؟ عايب افعل بالحدة وقافز في زور جدك. شوف ولا هو ولا ولا هو 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 كفارة يا ولا كفارة. السجن للجدعان. السجن للجدعان. ما انت اللي ظبطني الزاوية على السجن يا عم الحاج. معلش اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وش جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ تصدق انت ابن نكته؟ احنا هنقف ونتكلموا في الشارع. تعال نوجبه معاك ونأكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه؟ طبيخ حندان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته؟ ايه العيال اللي متمسمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت انا جند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه. قمنا يا شبا قمنا يا شبا ام العيون اللي حزينه. قطع يا عم سفينه رست على المينا. قمنا يا شبا قمنا يا شبا. يلا يا لمبي. يلا انزل تعالى. طب بنطلنا على بنطلن انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى ايه ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى.
الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. كاسين يعني؟ ايوه. طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي؟ انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي عم انا بليك في الشرب حاسب شويه، ده انا حوت وحشرب الحيتان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ صدق بقى انا مش حشرب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو. خش. انا انت وفين بتنزل مخدماتي؟ شوفي الوليه الناقصه بتسكي الشيش في وشي. ايه هيفكلك لحام صدرك؟ جاتك داهيه في ريحه الشبار اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مأمة، وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلافندي. انا اسمي ادرا، النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلايح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش ازاي؟ مالك يا لافندي؟ مالك ومال البنيه؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ اني انت ايه؟ قطع الشارع اللي فيه، بطلوا وسخه بقى على الريتونه. رجاله او فاش؟ نحمدوا ربنا ان احنا لحقناك يا ست امك. عشتوا. قال هو فين بيت نزله المخدماتيه؟ دي جنبنا، تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لهو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني داهيه ودي اختي فطيصه، واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلعلطي فيهم زي البلطيه وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده لازم في نزله المخدماتيه اول عتبه. هنستنوكي، وكمان عشان نرقوكي احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه درقها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه؟ بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. تعالى يا فندي عبد الحي. عليا الطلاق لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديعه، مش قادر خلاص. الله، انت ايه بقيت فول تنك؟ عليا الطلاق لا تشرب القرعه يا ابو بديع. دي سادس قرعه تشبط، انا خلاص شنب هيقع. يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللي همبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. ابو بديع، هو الواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد يا حليب، اقعد. اقعد يا ده، ناخدك في سرنجة. اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تاني يا الي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا، خد بالك. لكن ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه، بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 ايوه. افتكرت؟ ايوه افتكرت. فضلت بقى الف في السنين والسنين تلف فيا وانا الف فيها وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي. السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ. ابويا عمال يخش في سي. ايه يا عم؟ انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق لما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى ورب. تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي. انا بقى الحكايه. حبيبي حبيبي. على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. واني كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين
ايوه عمال انف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكابانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. يلا يا عبدو، انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت بالبديع، انت مش شبه علاوه ده حاجه؟ هلا فين حبيبي؟ بنياتي حبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم اللغه ايه اللغه دي؟ حبيبي فين خساب سورب اللي انت سربتيه؟ خساب سورب من اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عريت القريه صح؟ تستبتي انت؟ حبيبي حساب سورب اللي انت سربتيه؟ سورب اللي انا سربته؟ على بضيعه، ابو بضيعه عرضه. عبدو ايه يا لمبي؟ الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. ادفع من لما انت عرفت ان انا من رضاياك اللي خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد صورته ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلقنا، ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كليفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه خلاص هقول لك عليه، انت واحد بوليس. لا مفيش بوليس. خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اوضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانة. انا فاكرك هتشرب قرعة ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتأكدني ايه؟ اهو يا عم اللي تبقى على الصحبية الفضل. انزل يا عم بقى من الموسيقى اللي انت راكبه ده، خلاص حسدنا. ها حسد؟ ايوه شجع بقى، انا زعلان منك. ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بصراحه. الله. يلا بينا بقى نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا، تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. الصوت الجامد ده يا لمبي، ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين، قول عبده الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده، انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا عاملين معايا بوجبات كل شويه، وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في الالبان ده مفيش اخوه، بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهله يا لمبي. ايوه اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان، على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. بقيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب، مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله، ده رأيي. احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود، وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحدة كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الأمانة اللي انا كتبتوله. لا انتوا كده اوفر قوي بصراحه، ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان ناخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب
طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجية بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح. مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك، نقول انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنوني هيبقى فيه جثث، انها جثه، انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده الكلام المظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتولي على فلاشه افرج عليه بعد الفطار. ايه يا ابو نفسه كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس، فلوس ناس في علم الغيب، واجب برضه الحفظ عليها. ايه ده الكبريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياع في الشغل. طب يا عم مياع ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمة تانية هنطير رقبتك. ليه طب والفلينة تبوظ؟ الله يشيل فلينة. أنا معاك يا عم والله، والله معاك. أبو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما خلينا قاعد أهو. طيب إيدك دي ولا رجلك؟ أنت واكل إيه؟ زرط؟ شويه البنت مربربه عن كده يا اختي. انا تعبت كفايه، لو احنا ندفنه فيل. هتوسعي الحفره يا بنت ولا ما تدفنوكي مطرحي. يا ابو حريق الصوت بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفان دي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا، انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت، حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال، رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصحف الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذه يا لمبي معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو بديعه، ابو بديعه ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعه ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا يعني معذوره. ده بيتنا. عبده مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساق. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم الا مؤاخذه يا سلمبي. لا ولا حاجه. اهلا اهلا، مشرف. الله يخليك. من بيتك يا اخويا. الله يخليكي. لا الميه دي يا سلمبي. الميه. تمام. دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي، يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياله، جدي ابو رياله الكبير،
يعني عيلة معروفة في شحط في شحطي في سبع السمك أحسن ناس. أمال إيه ده كان يعني بصي ما فيش أهلا نروح مريل على طول كده. إذا هو في حد تاني جاي بتسأل أختي في حد تاني جاي سيفي في حد تاني جاي. يا استفتيسة يا استفتيسة يوه أنتوا عندكم رجالة؟ هم فين دول الرجال؟ ما تخافيش يا شابة بس يا عبد وجوزي خشي يا أختي البيت بيتك خشي. أيوه عليكي أنتي مكسوفة ده البيت بيتك يا أختي. يوه أنتي نورتينا يا حبيبتي. هو أنت؟ أنا مين؟ مش أنت الولد اللي كنت عامل عركة الصبح؟ أنا اللي كنت عامل عركة الصبح ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى بنت العركة؟ لو انت صادق انا الولد الطاري اللي انت عكننت عليه على البحر. صدق عرفتك من بقك؟ انا مش معقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي طمنيني دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولد مش هينفع ندفنوها وناخده مصاغه غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساخ. اسمع زي ما بقولك ارجع عن موضوع المساخ الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا خلينا نستفرده بالبنيه. واجب اداهي الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم وما عندوش شيء الحدود بينفخوا من الناس. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك حاولي تخلعي من هنا اخلعي. هلمبي ايوه 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 عبدو بقول لك ايه تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر بنت ما تمشي. بقول لك ايه نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك طب المزمزيل مش ماشيه البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي شاكرين يا عم كباري شاكرين قوي حبيبي. فين الناس بالكوسكوس؟ اهلا يا شربات منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي اتفرجي. ولا حلمه انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام طول عمرك ابو احمدات يا سيد الناس طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا ام حبه. حاضر يا سيد الناس. انت رايح فين؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح. رقيتك واسترقتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت خلي السحر يموت. Yeah, yeah, yeah.
يلا تعال. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولوا نمشي. والله دي كانت اكله حلوه قوي الاكله دي احنا. فانا طبعا ايه لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا وي لا يا فندم، مش وقته يا بني ادم، احنا في مرايا. هجوم. لا انت طول عمرك غداره، انا عارفاكي كويس، بس انا مش هنسكتوا. انا بس كله اثبت لحاله، انتوا فاهمين ولا حدش حاجه خالص؟ اوعى اوعى، انا مش لوحدي، انا معايا الخوه، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسوي لك نفسك، اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك، انت كله اثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها، خش يا ابني شوفني يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليهم اللي بيعملك الشاي ولا هو سعاده الباشا؟ بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بطل على الناس دي كلها، كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت، يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا، ربنا الجثث جثثنا، الجثث دي خلاص. انا وصلت لك الخلاص. لا تعال دريش، رد علي بسكه. يا كويس سكه سكه. ايه مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزة اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشبي. بقولك ايه، انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بنت وساعات يخليني واد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص، انت ما تخلقتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات، ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه؟ حريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجه؟ الكلمه دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى، انت عارفه عم هريسه؟ فين عم هريسه؟ لا انا ما اعرفوش، بس يمكن ابويا يعرفه. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغل ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا يا اموت في القدم، اموت في الشامي. يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل، يا ليل يا ليل يا
رقص يا واد رقص. أنا لأضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبي كلاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرقى قلبي كالقاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانكيه، وده شعرك حني وشعرك حني بالزبدة ودانكيه، وده شعرك حني بالزبدة ودانكيه، وده شعرك حني بالزبدة ودانكيه، وده شعرك حني بالزبدة. شرحلك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت شو تطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصلا انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي اعرفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي انت تبقى ابو النوعة؟ تمام ابو النوعة، تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. شايف الأمن إنه الراجل ده مش شايف مين؟ واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر إنك أنت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وأنا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. أنت عايز من اللي جابوني أنا إيه في القعدة دي اللي أنا عطنت فيها؟ أنا عاوزك تتجوز البت دي، أصلك أنت باين عليك إنك أنت جدع من الحكايات اللي هي حكيتها لي. يابا ما يصح. شو ذا الدلع؟ يابا ما يصح شوية رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. أنا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البقيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، جوز النوعه، اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من بره. خلاص خلاص هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم
إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش علق ضفرك. والله جاي وشاري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة، يعني الإنباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما أقبلش إن مراتي ترقص في كبريت بالليل. أموت في الآدم، أرقص الصبح بس.